الجلسة اليوم إلى يوم الأربعاء، وبعد ذلك تقدمتم بطلب عارض. قربنا أكثر من تفاصيل هذه الجلسة. على أي نحن والله غنخرجوا من مدينة برشيد. الملف هو متعلق كما قلنا رائج أمام القضاء. الملف رائج أمام القضاء، وأنه اليوم تأخرت فيه الجلسة، تأخرت السيكوريا باش يكونوا تأخرت الجلسة الأسبوع المقبل، ولكن في إطار ممارسة ديال حقوق الدفاع، بما أننا حنا كنآزرو الفنانة هدى الشناني، فتقدمنا بطلب عارض، لأن الدفاع من حقه أن يتقدم بالطلب في أي وقت من الأوقات. تقدمنا بهذا الطلب العارض، فعلا أنه تم تعيين طلب العارض في جلسة، ورفعنا في إطار الصراح المؤقت، وبناء على معطيات اللي هي اجتماعية إنسانية، وأن المحكمة مشكورة استجابت لهذا الطلب، وقدمنا يعني كفالة مالية للمحكمة مقابل الصراح المؤقت. إذن اليوم كان الملف في الموضوع تأخر الأسبوع المقبل، ولكن فيما يتعلق بطلب الصراح احنا تقدمنا به في إطار الطلبات العارضة، ورفعنا في هذا الموضوع، وبينا المحكمة على أن هدى الشناني هي كتمر بواحد الحالة إنسانية، كانت حالة ديال الوفاة ديال أبيالها. كاين كذلك الابن اللي ما كيتجاوش العمر ديالو 12 سنة، وهذا الابن أنه كيحتاج للرعاية، وبالتالي فإن من الدوافع الاجتماعية والإنسانية أنها تستجب لنا المحكمة لهذا الطلب، وأن المحكمة فعلا استجابت للطلب بناء على هذه المعطيات، وكذلك بناء على ان كاين ضمانات ديال الحضور، مع الاعتبار انها هي واحد السيده اللي معروفه، فنانه معروفه، اضافه الى كونها عندها كافه الضمانات القانونيه، ولذلك المحكمه استجابت للطلب ومنحتنا الصرح المؤقت بكفاله ماليه. فيما يتعلق بالموضوع، ولان الملف هو بين يدي المحكمه، خصنا نحترموا المؤسسات، وما يمكنش نعطيو اي تصريح نهائي فيما يخص الموضوع ديال هدى الشناني، لانه بين يدي القضاء، والقضاء خصو يبقى نكونوا حنا بعاد على التأثير، معنى أن حتى الصحافة لا ينبغي أن تؤثر على القضاء، وبالتالي المحكمة هي اللي غتثبت في الموضوع، المتهم بريء حتى تثبت قضيته. المحكمة في الجلسة المقبلة غنشوفوا إذا كان الملف جاهز غادي نرفعوا في الموضوع، ما كانش جاهز راح ديك الساعة غادي نشوف المحكمة اش من جلسة. أستاذ الله يخليك، بالنسبة خرجت واحد الأخبار كتروج باللي المبلغ اللي تأدى في الكفالة أنه أداته شي جهات أخرى، يمكن تشرح لينا المبلغ ديال الكفالة شكون اللي أداه؟ باش نوضحوا، أنا كان أنوب في الملف بتكليف شخصي من هدى الشناني، واحد. ثانيا أنا كنوب كمكتب، مكتب محمد الأستاذ مديح، إضافة إلى أن كان إلى جانب الأستاذ محمد الخضر في هذا الملف، حنا كنوبوا بصفه بتكليف شخصي، ما كنساوش من هذا الباب، على ان ما كاينش شي جهات، كاينه سيده اللي هي حتى هي اللي عطاتنا هذا اللي تواصلت، كانت متواصله مع هدى على اساس انه استاذ مديحينو في الملف. كنقدم لها بعد التحيه، لان هذه السيده هي من الجاليه المغربيه، ونرفع لها القبعه، لان حنا خصنا يكون عندنا هذا النماذج من النساء المغربيات اللي كتدعم المرأة المغربية، كيف ما كان الحال أي وجه كان، فكتبقى هدى الشناني كتبقى مرأة مغربية. إذا السيدة ليلى العروسة أنا كنوجه لها تحية خاصة، تحية خالصة، لأنها كانت كتدعم هذه السيدة معنويا وماديا، كنوجه لها تحية وتحية خاصة. وبالتالي حنا كنوبوا بتكليف شخصي، لأن المبلغ ديال الكفالة وضع بشيك، حطيناه شيك ديالنا شخصي ديال المكتب، حطيناه كمقابل، وان المبالغ الماليه ديال الكفاله ما اداتو حتى شي جهه، اداتو جهه مسانده اللي هي السيده ليلى اللي كلفتنا، وفي التالي عطاتنا هذا المبلغ ديال الكفاله وحطينا في صندوق المحكمه بشيك. استاذ، واش في هذه الاثناء تم اطلاق صراح هدى الملقى بهدى المشطة؟ كيفاش؟ في هذه الاثناء واش تم اطلاق الصراح ديالها؟ وحنا حاليا يلاه رجعنا من خرجنا من المحكمة، وان تم اطلاق الصراح ديالها، وان هي كتواجد دابا في المنزل ديالها، اذا الموضوع ديال الصراح ملي كت
تصدر المحكمه الامر بالافراج وكتقدم له الكفاله، فراه المعتقله ما كيزيدش ولا ساعه. نعم. وبالنسبه للجلسه المقبله ان شاء الله امتى غتكون؟ الجلسه المقبله تكون الاربعاء المقبل باذن الله تعالى. كيف كنقول لكم نخليو الموضوع يبقى محصور امام في يد القضاء، في يد القضاء. وبالتالي كنشكركم. مرحبا بالسيد. شكرا. وحنا كنا كنقولوا وحنا يعني قلنا السيدة هدى على انها تاخذ الامور ديالها بجديه، وان ما يمكنش لا تعطي اي تصريح من اي جهه معينه كيفما كان نوعها، لان هي في اطار حاله صراحه مؤقت، والجلسه غتكون الاربعاء المقبل باذن الله.